اتفضلي يا فندم. هو انا كان عندي مشكله كده يا شيخنا، فكنت عايزه اتكلم فيها سريعا مع حضرتك. اتفضلي. هو انا دلوقتي جوزي مش حابب ان اخويا يجي عندي يعني البيت، تمام. لانه في مشاكل كبيره كان عاملها مع اهل مراته وكده، وصلت بقى للحبس ومستشفى، وهو اتاذى فيها جامد. تمام. ده زوجك؟ لا ده اخوكي؟ اخويا. تمام. ففي المشاكل ديت زوجي رافض ان هو يجي البيت عندي عشان ما يخشش زوجك طرف في المشاكل. بالظبط، وعشان تمام بيخاف ان حد مثلا يمشي وراه يعرف طريقنا ويعمل لنا مشكلة وكده. تمام فأمي عاملة الموضوع دوت عند يا اما جوزي يرضى ان اخويا يجي، يا اما هي متحرمة في البيت عندي وما تجيش. طيب ما جاتليش طول فترة حملي. عندك سؤال تاني؟ لا طيب شكرا. البيت كعبة مفتاحها بيد الزوج، لا سيما والزوج هنا على حق. وهنا الأم إذا كنت صادقة بتسيء استعمال السلطة اللي معاها. الأم هنا الواجب عليها تحادي على بيت بنتها، مش تخرب بيت بنتها. هنا الزوج لم يسئ مع الأخ لمجرد الإساءة، لكن الراجل مسكين زي حالاتي ما بيحبش المشاكل، بيمشي جوه الحيط مش جنب الحيط، فإحنا نساعده على كده. الراجل عايز يحافظ على بيته، يحافظ على وضعه، يحافظ على استقراره، يحافظ على هدوءه. هل يلام في هذا؟ لا يلام خالص، ويدخل عنده اللي هو عايزه وما يخشش عنده اللي هو عايزه. حقه. البيت كعبة مفتاحه بيدي ما دام ذلك في المعروف. الأم كونها تحرم مجيئها عند بنتها علشان ده، فالأم آثمة، ولا يصح للأم أن تخلط بين الأمرين إلا إذا كان في إساءة وفي حاجة مش واضحنة وفي حاجة بقى بينهم الاتنين، فبرضك هنقول إن الزوج حقه يدخل بيته اللي هو عايزه وما يدخلش بيته اللي هو مش عايزه، ولكن أهل الخير يقعدوا ويصفوا النفوس ويصلحوا بينهم. لكن البيت هذا قلعة الزوج وكعبة الزوج والزوجة، أدام الأمر في درء مفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فيا ست الكل لو أنت سمعاني روحي زوري بنتك وما تقطعيش بنتك، واعلمي أنك يوم القيامة ستحاسبين عن ابنك وبنتك. ربنا يحاسبك لما حابيت هذا على حساب ذاك، ربنا يحاسبك ليه قصرت في حق بنتك، ربنا يحاسبك ليه ما وفيتيش في حق بنتك. فارجعي الى الله سبحانه وتعالى، لان النهارده دنيا بكره اخره، فاتقي الله وعودي قبل يوم الحساب.